عسيه ومدام لاباس؟ والله الحمد لله عايش ربي يخليك. عرفني بروح. انا عزيز عزيز نسكن في حي الروضه معناها محطة برد وملاسين معناها بلاس قاري في برد معناها صغري كان معدي في برد وقاري في برد. انا طلعت ايام كرا السينمائيه ايام كرا السينمائيه تابيروش 2018 2019 عندي برش نتاعي طلعت فيلم تونسي فيلم بالقانون طلعت صارت لي كا غريبه برشا اختي بجا ربي عديها وتوصل لي ميساج نتاعي معناها صارت لي كا كنت نقرا في اسباس مزار حمرتنا الفنانه يسب اسباس مزار هذايا واش تاع سينما اسباس مزار نكتبوا افلام كوميتراج معناها افلام كوميتراج نكتبوا الافلام نتاعنا معناها سيناريست انا حكيت في موضوع قلت الموضوع هذايا معناها طفل معاق يعيش مع امه واخوته وصغار يعيش في فرنسا سيناريو ذي يبيعوا الناس يبيعوا نجيب القاضي وفيلم جرب يعديها وفيلم بطولة نزار السعدي مخي يقف من الثقافه الجديده وقت انا فرجي فيلم قال فيلم تاعي انا حبيت انا قلت انما نهبط فيديو على اليوتيوب ونحكي موضوع هذا ما يسمعني حتى حد باهي من بعد دور يا زمان دور يا زمان برس امك عديها خاطر حكيت في موضوع هذا ما حبش يعديهم من بعد انا في باج سمي فيري لوفيسير بحكم انا سيناريست قلت له سامي راني حاب مثلا معاك في فيديو خمسه راني قاري مسرح في ثقافه عباردو وقاري في مشتل وقاري في بلعسل ونصير موهوب ونصير عندي طاقه فنيه نحب نوصل معناها بين تاعي معينه اللي هي الدراما والمسرح كشاب تونسي معناها وكفنان. قال لي سوف اجيبك اقرب وقت ممكن ومن بعد قال لي اعطيني حاجه اللي انت تكتب ولا حاجه اقسمت بالله ورحمه الله في قبره كان يكذب عليك. اول فيديو خمسه قعدت فكره رئيس تجاره مخدرات موضوع تاكسيات موضوع الورد مفيدة خمسة بشيخ الورد تعبان مسد سبور حكيته أنا خذي مني أفكار أم مش كل خذي مني أفكار نبقى في الدار فاش مسلسل قام تعيانا كتبوا أنا مش كل معناه يعني أنا سمحني تاخو مني فيلم في عيني تونسي ورد مفيدة خمسة وبعد جيب طفل صغير اسمه عزيز وتحطه ورد بطولة وحط طفل صغير في حط طفل صغير معناه في حجرك هاي جبت اسمك على اسمك كده شمتها في أنا معناه علاش أنا معايا هكا بصراحة وزيد مكي زيد مكي بعث لي ميساج سبني على الفيسبوك ما نكذبش عليك انا بحكم معناها راني في امور مشاكل معناها مش خصيص راني عملت قبل مشاكل وبعدت على الريق هذايا زمت عليه بقاله حاله حاده الرستابيا دخلت له قهوه نتاعو زاد المكي على سب لي امي الراجل دخلت له بقاله حاده شكي بيا تحكمت 8 شهور غيابي وتوقفت ساين بوشوشه وعملوا لي سقط وش عملوا فيا انا بصراحه يعني الناس هذوما بصراحه معناها ايزي يسرقوا لي فيلم تونسي ايزي يسرقوا لي مسلسل فيلم في عيني في مسلسل وفيدا خمسه كملته انا على الباج نتاعو وايزي ما عيطوليش علاش معايا هكا ما نعرفش علاش انا بصراحه عندي شويه اراضي تاع الوالد ربي سين ماشي مصر بصراحه انا في مصر عندي دي كونتاكت وعندي دي علاقات في مصر وخلي بالله سامحني محمد رمضان عين الزوق عاد لي مشعر اسفر سامحني باش نحكي باللوجيك معناها يا اخي تحكموا بالكاليتي تحكموا باللون نجم بشره نتاعي انا هذايا يا سامي فهري اللي انت حاجه حتى عزيز فل صغير بلا سمك عديها هذا ما تقصش عليا نجم بشره نتاعي هذايا مطلوب في امريكا نجم مطلوب في مصر محمد رمضان وعاد لي ميم وشعر اسفر عين الزوق يا خويا راه زعيم والاخر اسطوره يسيم الحقرة أنا يسيم اسمه يسيم بالقمرة ولا شكون عيني زرق وعامل لي هكا عينية وكذا وتم تقيسه بالمظهر وتقيسه هو بروشينغ أو شعره عامله كيكا مش بالمظهر سينما وتمثيل سامحني راه توما سرقتوا يا موفيدا خمسة نتاعي كملته أنا وخلي الشعب التونسي يصدق ولا ما يصدقش ربي معاه وسرقوني سرقتوا لي فيلم في عيني وزيد تحط في الصغيرة عايز روبوت ولا شنيا هذايا أنت توا ما عندك قف سامحني شنيا يا أختي أخي قاري مسرح في سباس مزار حمرتنا فنانة وطلعت بيروج مسرح بشوفير ومعايا مريم بالمولاهم نسألك سؤال انا باش نسألك انت عندك السيناريو نتاع اول فيلم نتاع في عينيك فيلم في عينيك كتبوا عندي سباس مزار حمتنا فنانه اي عندك معناها شبيك ما قيدتوش انت ما نعرفش انا قيت روحي في سامحني انت جيني ذا السعدي سامحني يا اخو جايزه وفرحان على الاخر معناها بشيخو هو جايزه معناها فيلم تاع عينيك يمشي بين مروك ودبي وانا كيك وانا في سباس مزار نكتبوا في الفيلم ما نعرفوش نحن ما نعرف انا مخبي على الشعب انا تو انا بالحق مخبي انا تو انا كي نهبط فيديو على اليوتيوب ما صدقنيش الشعب يقول فاش يحكي كذاب هذا يحب يعمل بوز انا نحكي معك بالرسمي سرقوا لي فيلم نتاعي انا معناها عملوا فيا بصراحه ياسر اسالش عن النبي على انستغرام بعد ما شريت مالكوا عليا انا اختي بالحق نحكي معك كيفاش شنو يقولوا شنو برشا يسبوني برشا مالكوا عليا معناها شكون انت حتى تقول سرقت الفيلم اي بتبيع انا نجيب القاضي قال لي كذاب انت نجيب القاضي جبر في عبد الله في برنامج نتاعو قال لك انا نحلم في حلمه وفيلم تعيينه فيلم تعيينه يا اخويا في سباس مزار عند ناصر السعدي ومحمد السويسي لطفي عديش عملت في عبد الله ورحمه الوالد في قبر نور التحلم فيلم تونسي معاه هن صبري كلمني محمد السويسي فرحان باش ناخذ روبوليس هن صبري ممثله كبيره صح ولا ممثله معناها كبيره عندها قدر زر عبد الله اش قال لي بعث لي محمد السويسي سامحني اش قال لي عبد الله بالله سامحني يا اختي اش قال لي لطفي عبد الله قال لي ليه ذي راني كيف نتاعي في باب الخضر يصوروا
قال لي ليكيب نتاعي حومه ما تمثلش معايا. قلت له علاش خويا؟ علاش عملتك لطفي يعني؟ انا نحب نعرف معايا هكا الناس هذوما. اسمعني عزيز، نحب نعرف انا علاش الافلام نتاعك انت ما قايدتهمش في الدروا لوتور؟ ها؟ اش بك ما قايدتهمش في حقوق الملكيه؟ قال لي في العمران برا قايد. ما نعرفش وين في العمران. في العمران في دفقة ما عرفش، قال لك دفقة غادي في العمران قيد السيارة نتاعك. حاليا تو انت حضرتك باش يفتحوا ملف معناها خاطر حكايه هذوما قضائيا نجم نحلوا. وزير عبد الناصر خويا ثانيني، احنا قضائيا المشاكل هذوما تنجم تتحل، يعني تنجم تاخذ حقك بالقانون والقضاء، لكن في المقابل باش يقول لك اعطيني ما يثبت اللي انت هذايا يعود الملكيه نتاعو ليك انت. انت قلت لي مانيش مقيدهم باسمي وما قيدتهمش معناها في حقوق المؤلف ولا حاجه، ما قيدت حتى شيء. شكون اللي نجم يشهد اللي انت كتبت هذوما الكل باش انت تنجم تاخذ حقك؟ يشهد مثال معايا خويا اللي انا فيلم في عينيا نتاعي، نبدا فيلم في عينيا تونسي. تشهد معايا خديجه اللي هي معنا في الليكيب تاع اسباس مزار حمتنا فنان عدد الناس ورشه تاع السينما اللي هي افلام كوميتراج يمشي لقليب يمشي مراجل ومتت فيلم قانون تونسي تعرف في قاعات السينما طلعت بي تابيروش هذه يشهدوا معايا ان امين الله جبل الاحمر قرا معايا مسرح معنا في الليكيب ومحمد معنا في الليكيب معنا في الفيلم واحد اخر اسمه سعاد انا الفيلم في عينيا كاتبوا انا سيناريو قلت في المعاق ايش في فرنسا عيش مع ام وابوه رجع ينطق يرجع يتكلم نقا عندي دار السعدي بطولة نتاعي ونقعد نجيب القاضي كيفاش الله اعلم السر هما كيفاش بلي عديوا الكلمه هذه وصل ميساج اللي قال يسمعوا الناس شويه معناها يقول لك هذه فما شكون يصدق فما شكون ما يصدقش معناها راه يقول لك هذه بلعاني هذه يحب يعمل بوس ولا صفوار معناها شنو الحكايه نتاعو انا يعني نحكي في السيور الحكايه في السيور معناها بس اني سؤال اخر سامح كده متاكد من الحكايه هذه مثلا غدوه لو كان يجيو يحكيو معاك ويقولوا لك انت راك تتبلى علينا كيفاش باش تثبت برا انا شو نفسر لك حاجه راهو اسمعني اسمعني يا دي ستار تاع تونس يا مشاهير تاع تونس وصلكم ميساج على الاخر ات انا اللي قدامكم هذايا معناها من رمضان تحقرت وصلوا ضحكوا عليا في بعض العباد انتم ضحكتوا علي العباد انا قلت ربي نمشي لمصر ونعمل لوكر روحي ونقدر وعندي دي علاقات في مصر معناها وعندي دي كونتاكت مع عباد في مصر وان شاء الله نمشي لمصر وندخل سينما مصريه ومش خير مني نمشي اسمعني على فكره سامحني باش نحكي معاك معناها راني متمكن من اللغه المصريه على الاخر خاطر تونس ما عطيتنيش حقي بصراحه معناها بصراحه نحس روحي يعني مادام انت معناها تسرق لي فيلم او مسلسل اول مفيده خمسه نكملوك انا على الباج نتاعك اوفيسير ياسين الفاري وفيلم في عينيا وانا شاب بطال معناها لو جون ما تعيطوا لي حتى في روز غير في مسلسل معناها بعثتوا له في مساج ورحمه الواد في قبره وعاد سامحني باش نحلف على مسلسل بالوالد مية سامحني على شختي عاد انت معناها مازال عندك الميساج نورمال مع الباج فسخوا لي هو ما نعرفش انا كتبته له وقتها انا كتبته له كتبته برشا سيناريو دخل مني افكار خدش مني كله خدش مني موضوع تاكسيات وموضوع رئيس مخدرات وموضوع تاع صد سبور وكذا خدش مني من سيمي فاري كحيت مع زياد بلقيني ما حبش عادي لي خدش الميساج نتاعي هذا نوصي ميساجي يعني من حقي شنو عندك تحب تقول اخر خلي الكلمه الاخر نحب نقول اخر راه راجل ما يتحقرش اول حاجه وراه سامحني اسمعني راه في السينما عمره كان بالديكور باللوك معناه اكبر ممثلين في العالم معناها مش عني يزرق وشعره اصفر هذا برشا ما هاي تنسل صح ولا معناها نجم انا بشره نتاعي الاسمر اللون نتاعي هذايا مطلوب في امريكا كاليتي نتاعي ليماج نتاعي مطلوب في مصر فيلم اكشن ثم في تونس تحتقروا بصراحه تجيبوا في عباد تبع فلان ود فلان وتبع فلان وتبع فلان وتقيسوا بالمظاهر وتقيسوا بالميكانيك وتقيسوا بكذا سيمي فيري شر ليكيب نتاعي مثلوا عنده كل لاباس عليهم باش نحكي بولوجيك يعيط كان الناس لاباس عليهم يعيطش الزويلي معناها انسان بطال وعنده مهب وعنده طاقم يعيطش الناس هذوما لازم يتحاسبوا بالقانون سامحني راه